الحرب وفوق رمال الصحراء الشاسعة ثمة أثر قد يدل على مسير وبعر قد يدل على بعير، بل بعران كثيرة جيء بها من وراء البحار ربما لنصرة أهل الحكم على الثوار. إنها ليبيا بعد مرور شهر كامل على الثورة الشعبية التي اندلعت ضد نظام العقيد معمر القذافي، وقد استعاد الرجل زمام المبادرة وقطعت قواته مئات الكيلومترات في الطريق الطويل ما بين طرابلس وبنغازي، منجزة تطهير مدن وبلدات عدة على حد تعبيرها ممن وصفهم هو مرارا وتكرارا بالجرذان. نعم، لقد استطاعت كتائب الأمن ووحدات الجيش التي كانت قد تفككت تحت ضربات الثوار أن تعيد تنظيم صفوفها وتشن هجوما مضادا أثار حتى الآن تساؤلات مريبة، لا سيما في شأن تكتيكه العسكري الذي عمد أخيرا إلى القفز عن مدينة البريغا قبل إسقاطها ليهاجم مدينة جذابيا، ثم يتحدث عن قطع الطريق إلى بنغازي مع بث نداءات إنسانية إلى أهالي المنطقة. وهو تكتيك يشبه إلى حد كبير ذاك الذي استخدمه الجيش الإسرائيلي في معظم حروبه ضد العرب، وغالبا ما كان يؤدي إلى إسقاط الكثير من مدنهم بلا